العقار الجميل هو اللي يتكلم على روحه. لافير جديدة وعقار جديد جابوا لكم الوكيل الموبيلي بالبليدة في هذا الفيديو. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الموبيلي، انتم اللي دائما تسناو في جديدنا وجديد عقاراتنا. الوكيل دائما يجيب لكم الجديد، وماشي يجيب لكم الجديد فقط، وانما يجيب لكم لافير. وهذا خطرة جاتكم لافير من ولايه البليده، مدينه الورود، في واحده من احسن البلديات اللي نشوفها في ولايه البليده، بلديه قرواو. هذا البلاصه اللي راهي جايه كارفور، جايه في موقع استراتيجي جدا، تتوسط الولاية وفي نفس الوقت قريبة لكل الطرقات. جبنا لكم فيلا اير بلس دو بدفتر عقاري في نهج عايد عالي، بلدية قرواو، دائرة بوفاريك، ولاية البليدة. الفيلا تاعنا مخدومة طري طري بيان ليكيب، مساحتها 150 متر مربع والمبنية منها 100 متر مربع، عندك 50 متر تعتبر فناء خارجي. يلا نروح نشوفوا العقار تاعنا اللي نلقاو كل طابق وعنده الدخله تاعو وحده، يعني مستقل على الطابق اللي راه معاه يعني في نفس المبنى. في الطابق الارضي هذا عندنا اربع غرف، مطبخ، حمام، مرحاض، وكور، هذه اللي كنا فيها. ندخلوا نبداو بالصالون، هاوليك الصالون تاعنا اللي يعتبر غرفه من بين الغرف الاربعه. صالون استقبال ما شاء الله، يعني عقار مخدوم طري طري بيان مشروح. قلنا يحتوي على دفتر عقاري بمساحة إجمالية 150 متر مربع والمبنية 100 متر مربع ليكيب. عقار مخدوم بشكل جيد، حتى كل حاجة فيها يعني حاجة دو لوكس ليكيب. شوفوا الأبواب كيفاش متينة. هنا عندنا شومبر بارونتال اللي راهي واسعة، الله يبارك، تقريبا نفس مساحة الغرفة الأولى أو الاستقبال اللي بدينا به. هاي ليك لا شومبر بارونتال اللي مخدومة بشكل جيد، واسعة، الله يبارك، الله يبارك، يعني متسعة ما شاء الله. هذا هو العقار، يعني ما شاء الله مخدوم بشكل جيد. نزيدو نروحو نكتشفو من خلال هذا الرواق اللي عندنا. هذه هي لا تروازيام شومبر، هاي ليك. كل شومبرا شفنا فيها تاقة، يعني مشروحين ومهوية مليح، تقريبا بمتعددة الواجهات. الفيلا تاعنا ار بلس دو في نهج عايد علي، بلدية قرواو، دائرة بوفاريك، ولاية البليدة. البلاصة اللي انا فيها يعني عندك ليزاكسي كامل المدن وكامل يعني البلديات مجاورة، السومعة، ولادي عيش، يعني كل حاجة قريبة لنا، وحتى بني مارات قريبة لنا أيضا. من هذه الناحية نروحوا نشوفوا المطبخ تاعنا اللي حتى هو مساحته لبس بها. شفنا بلي فيه البلاكار هذا بلون دو ترافاي مخدوم بشكل جيد، يعني فيه تهوية مناسبة من خلال النوافذ اللي فيه، وحتى مساحة تخزين بوفرة في العقار تاعنا بحكم أنه عنده مساحة تخزين تحت بلون دو ترافاي بوطاجي، وعدو ايضا في البلاكار اللي شفناه في لاكويزين، والمساحه الكبيره اللي فيه اللي تسمح انه يحتوي هذا الطاوله للمأدوبات في هذا المنزل الكريم. يعني عقار جميل. هنا عندك بلاصه تاع الشوفاج، ومن هذه الناحيه عندنا لي سانيتار، عندنا هنا دوش اللي راهو مخدوم ايضا كامل بالفايونس، يعني حاجه معناتها بيان فيني، حتى البال دو سول تاعو مليحه. يلا نزيدو نروحو نديكوفريو في العقار تاعنا. انا في الطابق الارضي ليكيب، مازالنا زوج طوابق. من هاد الناحيه عندك طواليت سيباري على الدوش تاعنا، ايضا فيها فينيسيون لاباس بها. ومن هاد الناحيه لا كاتريام شومبر، هاي ليك لا كاتريام شومبر، صغيره شويه نسبيا على الـ يعني الـ الغرف الاخرى، ولكن مساحتها لاباس بها، لاباس بها من خلال انه كاين هنا الطاقه، يعني تعطيك اطلاله على الخارج وين تكون كاين تهويه. وايضا المساحه المتبقيه راحت في هذا البلاكار ولا الدريسينغ، يعني فيها دريسينغ، فيها بلاكار، فينيسيون ما شاء الله في الدال دو سو كيما نشوفوا. عقار جميل جدا في منطقه ولا اروع، بلديه قرواو اللي راهي قريبه لبلديه سمعه، قريبه لبلديه ولادي عيش، بوفاريك، لبني مراد، كامل قريبه لهم. يلا نطلعوا الطابق الاول اللي راح نلقاو فيه تقريبا نفس التصميم. عندك اربع غرف، مطبخ، حمام، مرحاض، يعني نفس التصميم تقريبا، نفس التصميم. من هذه الناحيه عندنا لا شومبر تاعنا، شومبر بارونتال،
يعني اللي فيها مساحة لا بأس بها أيضا، يعني ما شاء الله عقار فيه كلش، عندك الكهرباء والماء والغاز والإنترنت، كل حاجة متوفرة في العقار تاعنا، إلا أنه هنا في هذا الصالون جاي مفتوح على الرواق على الكولوار، صالون مفتوح الله يبارك، ما شاء الله يعني مفتوح طراز آخر في هذا الصالون كما نشوفه. ومن هذه الناحية عندنا غرفة ثالثة، نقدر نقوله غرفة ثالثة، نظن باللي هذا الطابق فيه بالكون، فيه بالكون وين يسمح لك بإطلالات على الحي تاعنا، حي عايد علي ببلدية قرواو دائرة بوفريك ولاية البليدة. هنا مساحة إجمالية تاع 150 متر مربع، المساحة المبنية 100 متر مربع، من هذا الأول اللي يعطينا لي زاكسي بداية بهذا المطبخ اللي حتى هو مخدوم بطريقة طبيعية. عجبني بزاف لاكولور تاع لي زيليمون هادو في هذاك الفار الجميل، وعندك بلاكار أيضا، أنا نشوف بلون دو ترافاي مخدوم مليح، كل حاجة مخدومة في بلاصتها. ومن هذه الناحية عندنا لي سانيتار، حتى هنا عندنا الدوش، عندنا دوش ايطاليا ترك من خلال السريج الصغير، الله الله. ومن الناحيه الاخرى عندنا طواليت سيباري على الدوش تاعنا، هاي الطواليت حتى هي بالفايونس، وعندك تويقه من اجل التهويه في هذا المرحاض. وهنا عندنا لا شومبر كاتريام، كاتريام شومبر اللي حتى هي عندها نفس تصميم الغرفه الرابعه من الطابق الاول الارضي، لي وين راح نلقاو بلاكار في الغرفة، هاوليك بلاكار، يعني عقار بتصميم هندسي ذكي جدا، يعرف كيف يستغل المساحات، استغلال جيد للمساحات انا نشوفه، وحتى النظرة الجمالية كاينة في العقار تاعنا. يلا نطلعوا الطابق الثاني والاخير، وين راح نلقاو ايضا اربع غرف، مطبخ حمام ومرحاض وباهو اول تي اول اللي راهو في العقار تاعنا. هنايا عندنا تصميم شويه ديفيرون، عندنا هنايا صالون صالا مونجي في الـ في الـ في, الـ في المدخل، يعني في المدخل تاعنا عندنا صالون من هنايا وصالا مونجي قدامها، ايضا مفتوح اوبن سبيس، وفيه هذا الجدران الصغيره اللي تعطي ديكور ورونق وجمال للصالون تاعنا. هنا عندنا يعني نافذه واسعه الله يبارك، تعطي تهويه وتعطي اضاءه مناسبة للصالون تاعنا، صالون صالا مونجي ما شاء الله مخدومين بشكل جيد، حتى السقف راهو مزين بلي سبوت وحاجة ديلوكس كما يقولوا، وحاجة ديكوراسيون مودرن كما يقولوا، حتى الدال دو سول يعني ما شاء الله فو باركي، يعني ما شاء الله عقار جميل وجميل جدا. هنا عندنا غرفة، غرفة الثانية إذا حسبنا الصالون، هنا عندنا غرفة ثانية صغيرة شوية ولكن غرفة مناسبة للجامعيين اللي يدرسوا، اللي يعني غرفة مناسبة للشباب أكثر. ومن هذه الناحية عندنا غرفة أخرى، هنا شومبر مماثلة يعني بيرو، وعندك هذا زوج أسرة اللي يتمثل شومبر دونفون كما رانا نشوفه، يعني ما شاء الله كل حاجة موفرة في العقار تاعنا. لحد الساعة رانا شايفين طروا شومبر، بقية شومبرا والمطبخ أيضا. هنا لا شومبر بارونتال اللي ما شاء الله يعني أيضا واسعة كما رانا نشوفو، مهوية أيضا من خلال البورت بالكون هذاك، وإضاءة يعني للعقار تاعنا، تهوية وإطلالة من خلال البالكون اللي عندنا، وتهوية للغرفة بشكل عام. عقار جميل وجميل جدا، جانا من حي او نهج عايد علي ببلدية قروة ودائرة بوفريك ولاية البليدة، فيلا ال بلس دو بدفتر عقاري ليكيب. المساحة الاجمالية 150 متر مربع، والمساحة المبنية 100 متر مربع. عندك في الطابق الارضي عندنا اربع غرف، مطبخ حمام مرحاض وكور، في الطابق الاول اربع غرف، مطبخ حمام ومرحاض وبهو صغير، وفي هذا الطابق عندنا اربع غرف، مطبخ بهو حمام ومرحاض. من هذا المجال اللي رانا فيه هو مطبخ موسع كبير كما نشوفوه، فيه هذا الاسباس تاع القعاد، يعني وين تقعد العائله وتحبب انها تقعد قريبه لبعضها، الام تطبخ في المنزل في المطبخ، والعائله بقيه العائله راهم قاعدين
ينتظرون الغداء على أحر من الجمر. يعني عقار جميل وجميل جدا، شوفوا بلون طرافه شباب، مخدوم بشكل جيد، يعني كوزينه حقيقه تشهي، وعندك هذاك الكونطوار شباب اللي يعطي ميزه ويعطي رونق للمطبخ تاعنا. عقار جميل وجميل جدا، مخدوم بشكل جيد، فيه الاوبن سبيس هنايا، ربما هذا يعني هذا الطابق محبب لدى العائله بحكم انه كامل العائله تشوف بعضها، اوبن سبيس في المطبخ وفي الصالون. من هذه الناحيه عندنا لي سانيتار، الطواليت سيباري على الدوش، عجبوني بزاف هذوك لي بتي كوان وين يحطوا مواد التنظيف، يعني لي شامبوان والجل دوش. يعني عقار جميل وجميل جدا، انا نحب هذه التفاصيل، والتفاصيل موجوده في العقار تاعنا، حتى اللاف ما هذا اللي خدموه يعطيه الصحه، عرف كيفاش يدمج لاف ما مع الكوان تاع لا ماشين لافي. عقار جميل في حي عايد علي، ونهج عايد عالي، بلدية قلوه، ودائرة بوفاريك، ولاية البليدة. عقار مخدوم بشكل جيد، كل مرافق قريبة ليه، كل طابق عنده سيتيرنا تاع الماء، وكل طابق عنده دخلة تاع وحده، الكهرباء والماء والغاز والانترنت ايضا، ابتدائية، مستوصف، محلات، حي هادئ، مدخل واحد للحي، تقريبا امباس في هذا الحي، وقريب الكامل المدن، قلنا بوفاريك، السمعة، ولدي عيش، بني مراد، وحتى الطريق سيار شرق قلب من المحاذاة من بلدية قلواو. يعني ليكيب واش بقى، احنا ورينا لكم كلش وجبنا لكم لافير، عليكم غير تواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو الرقم تاعو في تعليقاته في الوصف. مع الوكيل الموبيلي دايما نهبلوكم بالعقارات الجميلة. سلام.